لتعليقي على ملف اليوم ينضم إلينا من بيروت إكسندر خشاشو الكاتب الصحفي بجريدة النهار اللبنانية عبر الإنترنت. سيد إسكندر تحياتي وأهلا بك. تحياتي. يعني بعد هذا المؤتمر الصحفي لنجيب ميقاتي، هل ترى أن لبنان مستعد لهذا التصعيد؟ من الواضح جدا بما تحدث به اليوم رئيس الحكومة أنه تحدث فقط عن الوضع الإنساني، لن يدخل كثيرا في الأوضاع السياسية. إنما الوضع الإنساني بالذات، نحن في خضم كارثة بالوضع الإنساني الحالي. لدينا، تحدث عن 1,000,000 نازح، هو بالمبدأ العدد صحيح، نزحوا من كافة المناطق تقريبا إلى منطقة أو منطقتين، يعني توزعوا بين بيروت والشمال وقليلا في البقاع الذي يقصف. هذا العدد الكبير لا تستطيع الدولة أن تتعامل معه. نحن في أزمة اقتصادية، نحن لا نملك الأموال. أضف إلى ذلك حتى الساعة المجتمع الدولي متخلي عن لبنان بهذا الموضوع، ومعتبر أن الحرب تقوم بين إسرائيل وحزب الله، وكأن لبنان غير معني بها. إنما العكس صحيح حاليا، نحن في خضم أزمة إنسانية كبيرة جدا. هناك عشرات الآلاف يلتحفون الشوارع، لا بيت لا سقف لهم. لا نعلم ماذا ستفعل بهم الدولة ضمن إمكانيات ضعيفة وضعيفة جدا. نعم. هذا طيب، هو حالنا. هل ترى أن إسرائيل ستستمر بعد الاغتيالات وإعلان الاغتيال الأخير بعد حسن نصر الله أحد القادة في حزب الله، هل ترى أن إسرائيل ستستمر في استهداف حزب الله والدخول إلى لبنان أو الحرب البرية كما يقولون؟ وأين إيران من هذا الموضوع، وكيف ترى السيناريوهات القادمة؟ هي مستمرة، لم تتوقف. نعم. في الأمس قتلت القيادي نبيل قووك، وهو قيادي مسؤول عن منطقة الجنوب، وهي مستمرة وتقتل القيادات تباعا، وهي القيادات الوسطى والفئة السادسة والفئة الرابعة، لم تتوقف. الغارات لم تتوقف. ثانيا، بالنسبة للدخول البري، حتى الساعة لم يسجل أي مؤشرات لدخول بري، إنما حشد من الناحية الإسرائيلية. على الصعيد اللبناني لم يسجل أبدا هذا الوضع. أعتقد أن الإسرائيليون سيفكرون كثيرا قبل الدخول البري. بالفعل حزب الله تضرر، بالفعل حزب الله ضربت قيادته، إنما من سيدخلون عليهم وهذه المناطق التي سيدخلون عليها في البداية أقله، هي الشريط الحدودي، اللي هي أبناء هذه القرى. هذه القرى هم أبناؤها، أبناء حزب الله، يعني سيقاتلون في بيوتهم. وأعتقد أن هذا صعب، وصعب جدا. نعم. ورأينا تجربة غزة لم تكن ناجحة. نعم. أشكرك شكرا جزيلا سيد إسكندر خشاشو الكاتب الصحفي بجريدة النهار اللبنانية، كنت معي عبر الإنترنت من بيروت.